بسم الله. الدرس الثامن أو الدرس الثامن هيلثن زيميا، ساعدوني، إمبراتيف، أمر. نيمن زي دوخ نوخ أين شتوك، يعني خذوا جزء آخر. طبعا الجميع سيسعد دوخ، ما معنى؟ دوخ مثل التأكيدات، وهذه تأتي في البي 1 أو البي 2، ففيها للمفاجأة مثلا، للسؤال، للتعجب، لعدة أماكن. نمت فانديم كوخن، خذ أو خذوا من الكعك، فالتي للجمع. نم دوخ أين شتك كوخن، خذ جزء من الكعك. فلدينا هنا كونيوغاتيون، تصريف في البريزنس في المضارع، دو كومست، أنت تأتي، فيصبح كوم مثل العربي تعال، نحذف حتى الدو. فالإي إن الإي إن يحذف. إيا كومت مثل تعالوا، زي كومن كومن زي، يعني تعال حضرتك. Der Imperativ mit du und ihr hat kein Subjekt. يعني لا يوجد فيها الفاعل Subjekt. Imperativ normale Verben. يعني ننظر الآن في الأفعال العادية. الإنفينيتيف المصدر kommen مثلا. فالفورمال المحترم kommen Sie. هذا في الأمر kommen Sie. Imperativ في السنجولا komm. في البلورال kommt. تعالوا. طيب ال unregelmäßige Verben ال e يصبح اي. نيمن يأخذ، نيمن زي خذوا، خذ حضرتك يعني. نم فحولنا ال e إلى اي ولا نحتاج إلى الها، فأصبح نم. أما هنا نيمت خذوا. ال unregelmäßige Verben التي فيها a يصبح a. ففahren يسوق، fahren Sie سوق حضرتك، fahr هذه شاذة، und بعدين fahrt، أما غيرها تصبح a. طيب trennbare Verben الأفعال المنفصلة mit bringen، فbringen Sie mit زي ما تعلمنا. Bringen Sie mit. Bring mit. Bringt mit. Sein له خاصية طبعا. Sein seien Sie. يعني كن حذرا مثلا. Seien Sie vorsichtig. طبعا كلمة vorsichtig موجودة في المنشأ. الأ1. Sei كن. Seid يعني أنتم كونوا. فيصبح دي ليس تي. أما لو تي فيصبح المعنى منذ، يعني مثلا زايد 2000 منذ سنة 2000. هابن زي يعني تملك حضرتك أو املك حضرتك. هاب und habt، فالمفروض انه haben unregelmäßig ويصبح er، لكن هو بقي كما هو. Einen Imperativ kann man mit bitte höflicher machen. الأمر ممكن نضيف إليه البيتة فيصبح محترم. Bitte helfen Sie mir. أو helfen Sie mir bitte. يعني ممكن البيتة يصبح في الأخير. helfen Sie mir bitte. طبعا ممكن ايضا ال كوم بيتا مثلا، كوم بيتا مت مير، هذا ايضا ممكن، oder kommt bitte mit mir، يعني البيتا ممكن نضيفه في الجميع. im imperativ sagen wir oft mal und doch. تمام، هذا هو الجميل، انه في الامبراتيف التاكيدات المال والدوخ ممكن نضيفها،
فيصبح هيلف مير دوخ ولا هيلف مير مال، أو ممكن الاثنين هيلف مير دوخ مال، فيكون هناك جمال في الجملة. أي أحد لديه سؤال؟ هو احنا لما ضفنا ضف مال كده كنا يعني بتعبر عن ايه؟ Ich konnte nicht hören. لم أستطع أن أسمع. لما ضفنا ضف مال كده الجملة بتعبر عن ايه يعني؟ لما اقول لحد الفرق ما بين اقول لحد هيلف مية واقول لحد المعنى هيلف لم مية ضف. يتغير، المعنى لم يتغير، لكن الجمال في الجملة أصبحت أحسن. يعني لو قلنا مثلا هيلف مي، تمام، سيكون زي جملة جامدة. أما هيلف مي دوخ ففيها أيضا يعني تركيز في النبرة، هيلف مي دوخ، يعني نركز على، يعني نضغط على الهيلف، هيلف مي دوخ. أما هيلف مي عادي، أو هيلف مي مال، تمام. تمام. يعني ممكن نشبه، يعني أنا أشبه من عندي، ممكن أحد يعترض علي على اليوتيوب ويقول لا هذا الكلام خطأ، لكن حتى في العربي عندما نضيف مثلا إن يصبح الجملة فيها تأكيد أو فيها أهمية، يعني جاء محمد، إن محمدا جاء، أو لا والله محمد جاء، ففيها تأكيد، فيها انتباه أكثر. هي برضو زي العامية عندنا، احنا بنضيف حاجات كده في الكلام هي ملهاش معنى بس بتفرق بقى، اللي هي بتوصل للشخص يعني الشخص بيستقبلها بطريقة معينة غير لو انا ما قلتهاش، بالضبط. مثلا زي بقى او كده. فانا قصدي ضخ، لو انا قلت ضخ لحد بتوصل له ازاي؟ او مش عارف حضرتك فهمني ولا لا. أنا فاهم، هي المشكلة أنه أنا الأهمية غير موجودة عندي، فأنا لا أستطيع، يعني ليس لدي الإحساس هذه، يعني فأنا مثلا زي لو احنا قلنا مثلا، لو انا جيت اقول لك فاز ما خست دو، انا ممكن اقول لك فاز ما خست دو دين، انت تمام بتعملي ايه دلوقتي؟ فاهمه؟ ف تمام. انت بتعملي ايه او بتعملي ايه بقى؟ ايوه انا بقى يعني كده بقى حته بقى ديت يعني بتفرق، الشخص اللي بيستقبلها بقى بتفرق بنبرة هو الكلام. علشان فانا قصدي علشان أمر هو علشان أمر فعشان ما يبانش إنه في حدية شوية، في حالة شدة شوية، فاللي هو الدنيا تبقى فليكسيبل كده مرنة يعني. تمام. شكرا. معرفش بقى يعني الحرم زي البقر، هيقول إيه. زي البقر. Jetzt fangen wir mit der ersten Aufgabe an. Aufgabe 1. Schreiben Sie Imperativformen mit Sie, du und ihr. Gehen, gehen Sie. Geh, geht. للاحترام، للمفرد، للجمع. Hören, hören Sie. Hör, hört. Singen, singen Sie. Sing, singt. طبعا gehen يمشي، hören يسمع، singen يغني. Frau Rukia, können Sie bitte Nummer 2 konjugieren? Komma mit, ولا نبدأ بسي اللي هي أول واحدة، سي كومن هو سي مت. الأفضل، تمام، الأفضل حتى لا تشتت الذهن أن نبقى على هذا المنهج. تمام. كومن سي مت. كومن مت. كومي ميت، كومن هو مت. الكومي ميت صحيحة، لكن الذي نتعلمه دائما كومي. كومة مت. تمام. Und kommt mit. كومت مت. الوكيان. فيجين هتبقى فيجين زي. فيجين جيهن. لا جيهن فيجين زي وات. ده تغمبر فيرب. تمام. جيهن زي فيك. تمام. جيه فيك. جيت فيك. تمام. جيت بك جي اي ها تي جيت متبرين جيت فيك.
تمام. برينجن زي مت، برينجة مت، برينجت مت، تمام. أبولن هولن زي أب، هولي أب، هولت أب. تمام. هو هاندا طبعا مت كومن يأتي مع ويك جيهن يذهب عن مت برينجن يحضر معه und أبولن يستلمه يعني أو يأخذه من مكان معين. طيب أو هاندا جيبن يعطي جيبن زي بتا جبت ناين جيب جبت تمام. نيمن زي نيمان بتا تمام. نمت نم اسن زي بتا است اس ليزن زي بتا ليز ليزت شبرشن زي بتا شبرشت شبرشت. تمام. فجيب يعطي نيمان يأخذ أسن يأكل ليزن يقرأ وشقشن يتكلم. طيب نمر فيها أوروبا زين زين زي زاي زاي الزيت بالتي ولا بالدي؟ لا بدي بدي زبا. زاي اوكي هابن زي هاب هابت تمام. فاغن زي فاغ فاغ فاش واشن زي واش واشت واش وشت واش وشت وشت oder könnte das oder wascht wäscht das المفروض wäscht هل لأن لو سمحت ممكن كل تعلي صوتك شوية؟ نعم. ممكن بس تعلي صوتك شوية؟ طيب هكذا أحسن. ماشي تمام. أنا صراحة كنت أن آكل الميكروفون يعني واشن Ich wasche, du wäschst. فالواشن أصلا unregelmäßig Verbe. وقلنا في القاعدة أن الverb unregelmäßig الا يصبح إلى ا. فلذلك wäscht. Okay. Nummer 2. Im Kurs. Wer sagt was? من يقول ماذا? Schreiben Sie Sätze im Imperativ. اكتب الجمل في الأمر. لدينا الكورس لايتر المعلم يعني والتايلنيما المشارك. فلدينا كلمة مثلا فيدا هولن فنقول مثلا كرر لو سمحت وهذا مثلا يقوله الطالب أو المشارك. لانزام سبريشن يعني تكلم ببطء نحوله إلى تكلم ببطء. Und zu zweit sprechen, فأعطانا مثال, bitte sprechen Sie zu zweit. لو سمحت, تكلموا مع بعض. Frau Handa, können Sie bitte einen Satz mit wiederholen sagen? يعني ممكن أن تكرروا أنا لو سمحت مثلا. أحطها في الكورس ليتر أنا صراحة يعني لا أعرف كيف الكورس لاتا يعني يستخدم هذه الكلمة لأن أصلا مفهومة. فالمشارك هو يبقى الذي تايلني. سيطلب من الكوستلايف أن يكرر يعني احنا لأنه ناخد هناك بمعنى مثال. معنى الكلمات، فاحنا هنفهم بقى هنا ده هيبقى هنا وده هيبقى هنا، صح كده؟ تمام. يعني اكيد لانج زام اشبريشن، اكيد ده اللي هيقولها التايل نيمو، صح؟ تمام. اكيد مثلا اين تكست ليزن، ده اللي هيقولها الكورس لايتر، صح كده؟ مثلا نعم
صح. بقى كده يعني. تمام. بيتا فيدا هولن زي بيتا اوكي فيدا هولن زي تمام. بيتا ويداهولن زي، لو سمحت كرر. فراو رقية لانزام شبريشن. بيتا شوغشن دي لانكسن. تمام احسن. فراو شيماء انتم جاهزون؟ دقيقة. ما عندهاش إنترنت. تمام ماشي. فراو هاندا أينم تكست ليزن. أعتقد برضو هيبقى كورس ليتر. بيتا أينن تكست ليزن. Bitte lesen Sie einen Text. يا بيتا ليزن زي أينن تكست. هو الأحسن أظن يعني أن نحول، يعني لا نبقي الأينن، لأن صعب أن يقول المدرس مثلا اقرأ قطعة، يعني اقرأ القطعة المفروض. ف يعني هي ليست خطأ بيتا منكم، ليزن زي الجملة تكست. صحيحة. يا تمام. Bitte lesen Sie den Text. طيب فور رقية. إن هتبقى كورس لايتر. هيقول بيتا ديسكوتيرن دي ان دير جروبة. نعم ريشتش. دين دين ديالوجا بيشبيلن. دين ديالوجا شبيلن. نيش ديالوج سوندن ديالوج، دي الوج. ديالوج شبيلن. تمام. العبوا الحوار. بيتا شبيلن زي دين ديالوج. تمام. طبعا هنا in the group diskutieren، يعني أن تحاوروا أو تناقشوا في المجموعة. فهو رقية das Wort erklären، شرح الكلمة. هيبقى يقولها تايل نيمة. هيبقى يقول بيتا erklären Sie das Wort. هي صراحة يعني ليس المهم أن نركز على من يقول ماذا، يعني أنا مثلا أرى أن المشارك هو الذي يقوله، لأن هو اللي مش فاهم الكلمة مثلا، فيطلب من المدرس أن يشرح له الكلمة. بس الـ الأمر يعني صحيح في الأخير، أنه bitte erklären Sie das Wort. أوكي. Bitte geben Sie zum Beispiel bitte geben Sie Beispiel. Bitte geben Sie einen Beispiel. Okay, يعني لو سمحت أعطوا مثال. Frau Rupia, an die Tafel schreiben, an تكتبوا على اللوحة. Bitte schreiben Sie an die Tafel. Genau, richtig. Okay. Nummer drei. سبحان الله كل اليوم أصحى. Welche Person passen؟ كreuzen Sie an. أي الأشخاص مناسبين نعلم عليها. فلدينا أوامر، وقلنا الأمر ينقسم إلى احترام وجمع ومفرد. Frau هاندا kommt bitte schnell. خطاب لها ميلا ولا هي ميلا und Frau ميلا، مونا und لوكاس oder مونا. Ich glaube, Mona und Lukas. Okay. Geht es auch noch mit Herr und Frau Müller? Herr und Frau Müller, kommen Sie Aber kommen bitte. Sie ist Bitte kommen Sie. Bitte okay, kommen dann Sie kommen Sie schnell. للاحترام. لكن هو للمفرد اوكي للاحترام. هير اوند فراو. تمام. فنستطيع أن نختار هنا الـ هير أند فاميلا أند مونا أند يعني لوكاس. احنا نعملها في الهير والاوند فراو هنا. تمام للاثنين.
يعني نعملها كده في ال في ال في الايه؟ أقول إن حضرتك طلبه تاني إيه؟ أنا تمام. مش فهمت حاجة. الكومت بيتر شنال للجمع، فالجمع ممكن تمام تعمله للهير اونت فورمولا اونت ليمونا ليكاس لوكاس، لان الاثنين جمع. تمام الكومن زي بيتر شنال هذا نقوله مثلا للهير يلا ميلر المفرد للاحترام، تمام هو تمام زي الايه حينما نستخدم الضمائر. اوكي، فورو نيمن زي بيت بلاتس، هيبقى هي مولا genau Herr Müller. Frau Handa, ist doch noch etwas? ist doch noch etwas Herr und Frau Müller und Mona und Lukas. تمام، اكتبها عندي ايضا. تمام، Herr und Frau Müller und Mona und Lukas. طبعا كم بيتي شنل، تعالوا بسرعة لو سمحتم. نيمن زي بيتي بلاتس، لو سمحتم خذوا المكان أو اجلسوا يعني. است دوه نو هيتفاس، كلوا شيئا. بقى الضخ مثل البقى. اوكي. ist doch noch etwas. Gib mir mal den Teller. ماشي. من دوره. تمام اقول انا. جيب مية مالدن تيلا هتبقى تمام، منى. جنو منى لأنه مفرد. أعطني الصحن لو سمحت، أو بقى البقى. فرو هاندا، هاب دوه كاينا أنجست، يعني لا تخاف. doch keine Angst. Da Mona. منى، أوكي. فرو رقية، لاسن زي زيش زايت، Herr Müller. جنو يعني خذوا وقتكم. كوك دوخ مال فرو هاندا، Mona. تمام. طبعا هنا لا نقول اطرح. كوك، هنا لا نقول كوك وإنما كوك، هذه شاذة. أوكي، نمرة هي فيها جوك دي غاتشلي، يعني ايه؟ بتقول لها حظ سعيد مثلا المرة الجاية؟ لا كوك شاو زيها انظر. زيا شاو يا اوكي يعني شوفي دي بالضبط، يعني انظر الى هنا، بص كده او بص بقى. شاو ما شاو ما غاتش ليجي جيم، اعطي نصائح اتعلمت اللغة شراء. غير ما شاء الله عليك استغفر الله. غاتش ليجي وقبل ما جيم نتعلم اللغة شراء بتاعتك ان شاء الله. غاتش لي جيم شخام زي زيتس ام امباراتيف. فلدينا الاول مثلا ich fühle mich schlecht، انا اشعر نفسي سيئا، فحاطين dann geh doch nach Hause، اذا اذهب الى البيت. dann gehen Sie doch nach Hause. عشان الوقت سنركز فقط على المفردة، وفي التدريب الخامس نركز على الاحترام. فلدينا اين اسبيرين نيم، طبعا انا هنا العين لا يعجبني، لان اسبرين اصلا شيء لا نستطيع ان نوصفه بالعدد. نقول مثلا تابلتا اسبرين، اين تابلتا اسبرين، هكذا يمشي. اين تي ترينكن، ان تشرب شاي. اين بريلا كوفن، ان تشتري نظارة. يوغا ماخن، ان تفعل اليوغا مثل مديتيشن يعني. فينيغا اسن، أن تأكل قليلا. مير إسن، أن تأكل كثيرا. فينيغر أربايتن، أن تعمل قليلا أو أقل فينيغر. أم أبند شباتسيرن جيهن، أن تذهب أو تتجول في المساء. أظن كنت سريع، أي أحد لديه سؤال؟ هو احنا هنعمل الحاجات الزاتسة دي في الـ للمفرد بس مفرد فقط، نعم. يعني الدو في حالة الدو بس كنو ريشتا هي. اوكي،
Nummer zwei, Frau Handa, ich habe Kopfschmerzen. Ah, والله. Ich habe Kopfschmerzen. طب ايه؟ نختار أي شيء، يعني مثلا أساعدكم في هذا، يعني خذ أسبرين. نيم أسبرين. Genau, او نيم دوخ أسبرين. نيم دوخ أسبرين. يا Okay, Frau Rukia, ich bin gestresst. هذه تناسبها الweniger arbeiten. dann arbeite doch weniger. Genau, richtig. Ich habe Kopfschmerzen, لدي ألم أو صداع. فخذ الأسبرين. Ich bin gestresst, أنا مضغوط. أعمل أقل. Frau Handa, ich kann nicht schlafen. هذه تناسب احنا أم أبو هنشوف انا. سبازيرون جيم مثلا. طيب ماشي. من ورطة الخريطة. جيت spazieren am Abend. أوضة. اعملها ايه تاني؟ يعني ممكن الدخ ممكن نضيفها، كيف نضيفها؟ جيت دوخ spazieren am Abend. مش في عارفة. شيء مهم جدا. spazieren gehen الجيهن هو الأصلي، أما الشباتير مثل صفة، فالأبند يكون في الوسط. جي دوخ أم أبند شباتيرن. أوكي تمام. طيب فرو رقية فنف، إيش بن نافوس، أنا متوتر. تريدون الجوكر ولا بدون جوكر؟ لا بدون شكر. لا ماشي. ممكن دان مخ يوجد دان مخ يوجد تمام، هذه تمام جيدة، لكن هذه نحتاجها في التسعة، لأن يقول أريد أن أخس. يوجا benutzt man nicht für abnehmen, also wenn man ja relaxieren möchte, glaube ich. هو تسع. أنا حد دخل جديد؟ طيب وانا طيب اعتقد نبقيها ان هكذا. ماشي ايوه بن انا نافيس. ايوه ماشي تمام. ich bin nervös, mach doch Yoga. Frau Handa, Nummer 6, mein Bauch tut weh. mein Bauch tut weh. مفيش غير essen doch weniger. تمام، مع أن ممكن ناخذها في تسعة كمان. أوكي، mein Bauch tut weh, ist doch weniger. Frau Rukia, Nummer 7. أو ممكن إير تبقى ترينك تي. هي صراحة فيها اختيارات كثيرة، يعني أنا الأربع إلى ستة كنت مشوش فيها، يعني كان هناك كلهم مش عارف. تمام. أوكي سيبن، أو رقية، إيش حاب شابا ما هو؟ إما هونغا دان اسمية من اسمية. Genau. أو إس دوخ دان مير. طيب، دان إس دوخ مير. نمرة 8، فرو هاندا، إيش سيها شلشت. أكيد بقى فرو أميرة آية، معرفش فرو رقية. ولا آية فرو آية معانا. تمام ماشي. دان تمام. كاو اوكي دان كاوف ايم دوخ ايم بريلا اين بريلا. Genau. Dann kauft doch eine Brille.
معلش هي الأسماء اختلطت عليا، كله أخطر عندي. نوما 9 أو هاندا أظن. Ja. ich möchte abnehmen. كده هي احنا اخدنا كل الاختيارات. لازم تبقى واحدة، اينن ناخذ الفينيجا اس مثلا. ممكن ايس دوخ بينيجا. تمام، فالماين باوخ توت في بطني يؤلمني، ich habe immer Hunger، انا جائع دائما، ich sehe schlecht، انا انظر ليس بجيد او سيئا، يعني رؤيتي سيئة. Und ich möchte abnehmen. Anna أريد أن أخس. Okay, jetzt 5a. هذه تبدأ بها الأستاذة رقية. So kann man gut Wörter lernen. هكذا نستطيع أن نتعلم جيدا الكلمات. Schreiben Sie Sätze im Imperativ. اكتب جمل في الإمبراتيف. فوق فعلناه للمفرد. هنا نفعله للاحترام. فأعطانا كارتيكارتن كوفن. أحد يعرف ما هو الكاتاي كات؟ كرة الدعوة. لا، من يربح المليون؟ لدينا 10 دقائق. ظرف. أوكي، لا أحد. نهمال؟ ظرف اللي هو ظرف تعبري. لا. طيب أنا سأربح المليون إن شاء الله. الكاتاي كاتن هي التي على الصورة. لحفظ الكلمات، يعني تكتبون مثلا في الوش الكلمة بالعربي مثلا أو بالألماني، وفي الخلف بالعربي، فتنظرون للكلمة وتقولون مثلا أن هذه هي كلمة كذا، فتديرونها وتشوفون أن هي صح ولا لا، فيضعون فيها أماكن معينة، يعني ترون أن الأزرق هنا وهنا البنفسجي أو الليلة يعني، فالسهل مثلا يضعونه في الخلف أكثر، والصعب يبقى دائما في الأمام. فهذه طريقة جميلة، وفيها برنامج أنكي أندرويد يعني مين مثل برنامج هذه، ايه؟ في وانا برنامج محملاها، يفعل فانا هذه كلعبة. هبعت الصورة بتاعته، كنت محملاها يعني. تمام. أوكي. تمام. فالآن 2. Die neuen Wörter auf Karteikarten schreiben. أستاذة رقية. Schreiben Sie die neuen Worte auf Karteikarten. Genau, richtig. Okay, Nummer 3, Frau Eier. Entschuldigung. Schreiben Sie auf die Rückseite einen Beispielsatz mit Lücke. Genau. فالأولى دي نوعين Wörter auf Karteikarten schreiben. أن تكتب الكلمات الجديدة في الكارتيكارتن. أن تكتب على الخلف einen Beispielsatz. جملة مثالية. مت لوكا مع فراغ. Die Karten mischen. أن تخالط البطاقات. Frau Handa. Mischen Sie die Karten. Einen Beispielsatz laut lesen. أن تقرأ جملة المثال أو المثال بصوت عالي. Frau Rupia. Lesen Sie einen Beispielplatz laut. Genau, super. Nummer 6, Frau Eier, das Wort für die Lücke ergänzen. Und Tukmilu, Al-Kalima, Fi Al-Farah. Ergänzen Sie das Wort für die Lücke. Genau. طبعا هنا الفو دي لوكا هذه غريبة بالنسبة لي، المفروض إن دي لوكا. اوكي. أوكي، نمرة 7، ريشتيش، دان دي كارتة إن دين كاستن 2 ليجن. يعني لو صح
فضعها في الصندوق الثاني. فهو هندا legen Sie dann die Karte in den Kasten 2. Genau, richtig. Falsch, dann die Karte wieder in Kasten 1 legen. لو خطأ فضعها في الصندوق الأول. Frau Rukia. Falsch, dann legen Sie die Karte wieder in Kasten 1. Genau, richtig. طبعا هنا ال 5B نفس الشيء فقط للمفرد. هكذا ننتهي إن شاء الله. أي أحد لديه سؤال؟ Keine Frage. Nein, danke. Okay. Dann bleiben wir hier stehen.